جدتي زمان كانت بتقول اوعاك يا ابني تجرح عزيز وبعدين تقول له معلش، اصل معلش بعد الجرح ما تنفعش، واوعى قلبك يقسى ويطلع اسوأ ما فيه وبعدين تطلب حنية، ما هي الحنية بعد الاسوأ ما بتطلبش، واوعى تخلي حد يشيل منك في نفسه ويدعي عليك ودموعه واحساسه بالظلم يوصل لربك، وبعد كده تروح وتطلب منه قلبه يصفالك. النفوس عمرها ما بتصفى بعد قسوة وذل، واوعى تجرح روح وبعدين تروح تطبطب عليها، يا ابني وجع الروح ألمه ما يتوصفش، واوعى تخون اللي اداك أمان وبعدين تطلب منه الأمان، ما تضحكش على نفسك مفيش كده، أصل اللي يخون ما يتأمنش، ومحدش يزعل من كلامي ولا أسود كلامي، وما تزعلش أصل النصيحة بعد الغلط ما بتفيدش.